عكيف مر كل هذا الوقت ما انشغل بالك وسألت يا ترى عبد الحي عايش ولا لا؟ اللي شو بدك؟ اختصر وقولي اللي بدك تقوله. عرضي واضح مثل عين الشمس. بتجيب مارغريت وبتاخد عبد الحي. طبعا اذا ما غلطتوا وقتلتوها لمارغريت وقتها بيلتغي العرض. لا تقلق مشان مارغريت، هي مبسوطة عنا. عبد الحي كيفه؟ هن الاولاد ضربوه شوي زيادة بس شغال. نلتقي بالمكان اللي رح دلك عليه منشان نعمل التبادل. اقل غلطة بتعملها انت ومارغريت رح تموتوا. لا تحكي كتير، وين ما كنتوا ماسكينها لمارغريت جيبوها على المكان اللي رح قلك عليه. خلينا ننهي هالشغلة بعد ساعتين، ناطرك بمقبرة السيارات دي اللي ببيكوز. الكل يجي ويسمعني، بدنا نروح نجيب عبد الحي، حنبادل عليه بمارغريت. فولكان، هذا مكان المبادلة، خذوا التدابير اللازمة. أينورا، روحي أنت لعند مارغريت، بس نعطيكي خبر جيبيه على مكان المبادلة. تمام معك. أرتكن، خلي الفرقة تبعنا جاهزة، نحن بدنا نطلع خلال ساعتين. الحمد لله على سلامتك استاذ. شكرا لك. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. شوفي صفيه، مبين عليكي مبسوطة كتير. وليش ما أكون مبسوطة؟ كنت بتعرف ما هيك يا عابد؟ بشو؟ إنه أخي مراد عايش. قلي أنت ليش خبيت عني؟ لأنه كنت بعرف أولته وآخرته هو يلي رح بيخبرك، وأكيد أحلى أنك تسمعي هالشي منه. طيب من امتى كنت بتعرف انه عايش؟ يعني كل شيء كان لعبه؟ دخولك بين حراس المعبد مشان تاخد بيتارو كمان لعبه؟ لا يا صفيه، ما كان لعبه، وانا ما كنت بعرف، فيني اقول اني من جديد حتى عرفت. عابد صدقني لهلا ماني عرفانه شو بدي اقول، كل شيء غريب لدرجه قد ما كنت معصبة منه لأخي، شوقي لإله نساني كل تعصيبي من يلي صار. وقت شفت وشه وابتسم بوشي نسيت كل شي. بيكفي أخي عايش وبنت أخي مبسوطة، شو اللي ممكن يكون أحسن من هالشي؟ طيب وأنت؟ اللي أنت شو حاسس؟ بعد كل شي عملته مشان تاخد بيتارو انت خاطرت بحياتك. وكل شي عملته طلع على الفاضي، مانك معصب منه؟ لا يا صفيه، ماني معصب منه. انا لما عشت الشغلات يلي عاشها اخوكي مراد صرت افهمه احسن. متاكد انه في شي مهم خلاه ما يحكي لي. عابد أنا بحبك كتير. بحبك كتير لأنك أنت هيك. كل الليل وأنا عم فكر يا عابد، أنا حابة أسافر من هون. أخي طلع عايش ورهف بأمان، وأنت ما عاد صفي لك تار مع حراس المعبد، صار فينا نسافر من هون ونأسس حياة جديدة لحالنا، ممكن سويسرا وممكن أمريكا،
شو رأيها؟ صفية هالشي مستحيل. ليش؟ إذا كنت عم تفكر بأخي فأنا بحكي معه ومتأكدة إنه هو رح يفرح لي. اهدي شوي يا صفية، أنا لسه ما خلص شغلي مع حراس المعبد. يمكن بالبداية دخلت هذا الطريق مشان أخذ بتار أخي مراد، بس ماني ناوي أتراجع عن هذا الطريق. حراس المعبد كانوا لساتهم أكبر خطر على هذا البلد. أخي خلاك تشبهه حتى بتفكيره، تحرق العالم كله مشان البلد، بس مشان المرة اللي بتحبوها ما بتعملوا شي. أنا طالعة غير جو شوي. معلم كيف طلعت من خرجهم لهالنسوان؟ تفضلي. لازم احكي مع حضرتك بخصوص الموقوفة صباحات كوكتور. تفضلي انا عم اسمعك. صباحات كوكتور، بدك تطلعي. شو اجوا من القنصلية بهالسرعة؟ شو اوباما اللي جاي يا بنت؟ اتصلنا مع القنصل الأمريكي، بس للأسف ما قدر يتذكر وحدة اسمها صباحات كوكتورك. أنا مالي صباحات كوكتورك. اسمي مارغريت تيودورا. كلن حكينا معهم بخصوص مارغريت تيودورا كمان، وخبرونا انه عم تتحاكم بسبب استغلال مهمتها الدبلوماسية لصالح شخصي. في شي حدا تاني بتحبي نحكي معه ست صباحات وممكن يساعدك بشي؟ اولتا واخرتا رح اطلع من هون، وقتها بعرف منيح مع مين بدي التقي وشو بدي احكي. انا موجودة هون مشانك. في مين حابب يلتقي مع حضرتك بفارغ الصبر؟ لا تواخذيني تأخرت شوي، تجميع الوراق اخذ وقت معي. أساساً أنت اللي لا تواخذني، خليتك تجي بسرعة لهون. أنا كتير مبسوط أني شوفك بهاي الحيوية يا أستاذي. لازم بلش من شي مكان. عملت لي بحث بخصوص اللي خبرتك عنه؟ نعم أستاذي، حاولت جمع شوية معلومات. يلي لقيته بقلب ملفه ما في أي دليل عليها إلا اعترافها بالمحكمة. قدرت أوصل لعيلتها وحكيت مع أخوها، قال لي أنه كانت عم تتعرض لضرب من زوجها، بس مستحيل تقتل زوجها وتخرب بيتها بإيدها. في إلا ولد قدرت تجيب معلومات عنه شي؟ أما لمينة قالت لي أنه عيلة الولد ما عم يخلوهن يشوفوه، وهلأ كلياتهم بوضع مزري وما عم يصدقوا أبدا أنه بنتهم ممكن ترتكب هيك جريمة.
هي الشغلة فيها إنا البنت ما عم ترضى تحكي مع محامي، الواضح إنهم مخوفينا. أهلها راحوا على السجن كذا مرة يزوروها، بس مثل المحامي ما رضيت تحكي معهم. معقول يكون في مشكلة صايرة مع عائلتها؟ لا، قالوا إنه ما في أي مشاكل معها. قبل الجريمة بيوم واحد كانت هي وابنها سوا وزارين عند عائلتها. بدنا ندبر لها لمينا محامي تاني، ورح نطلب منه يعيد النظر بالدعوة. أستاذة، إمتى عم تفكري ترجعي على الوظيفة؟ بأقرب وقت رح أحكي مع المدعي العام. بأقرب وقت ممكن. خلص لا تقلق رونالد، مارغريت رح ترجع لكم بالسلامة. هذا اللي متأمله يصير، بس طبعا ولو رجعت لازم تدفع ثمن الغلط اللي عملته. كل خطأ أكيد في إله ثمن، بس كمان العفو حلو ومن الشهامة نعفو عند المقدرة. بعرف يا سيد وهاب قديشك ناطر العفو من فترة طويلة. صديقي العزيز، انت بتعرف اللي بقدر عليه، في إله حدود. نحن سمعا وطاعة لأي حكم بيصدر بحقنا، بس بتأمل إنه كل عقوبة إلى مدة وبتنقضي مثل أي عقوبة. يا أستاذ رونالد، ابني بسبب الغلطة اللي ارتكبها صار له معاقب سنة، ما صار وقت تنتهي عقوبته والتقي مع حريته. صاحب الجلالة مو ناوي يسامحه لابني؟ ولا يهمك، خصوصا بعد يلي صار معنا هاليومين. اكيد رح احكي مع صاحب الجلالة وامدح كل الجهود اللي عملتها لتساعدنا. فيني اقول لك بصراحة، بس ما رح اكد لك، بعتقد انك حتجتمع مع ابنك بأقرب وقت. بلتزار ونهاد بدهم يشوفوك. خليهم يجوا. تفضل. اهلا وسهلا. انتظرنا انه انت تجي لعنا، بس لقينا ما في امل، فاجينا نحن. الأخطبوط الطلياني صديقك داهم المكان تبعنا وصار يقوص علينا. على شو ما اتفقتوا؟ شو اللي بده يا بولبو منكن؟ واضح انه مو همه يعمل شراكة معنا. اللي رح نعطيه ما رح يكفيه، بده منا اكتر من هيك. واضح انه بده ياخد كل شيء، ايده رح تمتد على اللي عندك كمان. بولبو ما رح يقدر ياخد اي شيء من راسكن. عينه رح تكون على طبيب الاسنان، رح يحاول ياخده منك منشان يكسر التوازن. الطبيب عم يشتغل لحساب راسكن وبولبو بيعرف هالشي. الحرب بلشت وبولبو مستحيل يكون شريكنا بعد يلي صار. إذا كنت أنت لساتك معنا، عرفنا على شريكنا الجديد بالشغل. أنا بحب أتعرف على الشخص اللي راح أشتغل معه. بولبو، صرنا متأكدين إنه طبيب الأسنان جوا.
بتروح بتقول له لطبيب الأسنان إني عازمه المساء على العشاء. قبل ما وضعك يا ختيار لازم تجاوب على كم سؤال حابب انكشن من ذاكرتك. مرحبا، اجينا مشان ناخذ الزلمة. فوتوا هنن جوا. انت مين؟ زولفو يوكسل. بس هيك رجعت لورا كتير. تعال قرب شوي لهالناح. عبد الحي تشوباين. لحساب مين عم تشتغل؟ للختيارية. ايه طيب، شو شغلتك؟ انا النائب. نائب؟ شو بيشتغل هذا النائب؟ روحوا شوفوا شو عم بيصير. ماكسيمو بولبو بيسلم عليك. معلمي ماكسيمو بولبو عازمك لعنده على العشاء. تفضل إذا بتريد. سيدي ما عم نقدر نتواصل مع الفريق اللي راح يجيبه لعبد الحي. شو يعني ما عم نتواصل؟ ما عم يردوا على موبايلاتهم وما قدرنا نحكي مع اي حدا منهم. بسرعة بدي تعرف شو عم بيصير وخبرني فورا. امرك سيدي.
انت ما صار لازم تطلع تقاعد. لسه ما اجى حدا كفو يعبي مطرحنا يا عاكف. كلهم لهلا اولاد صغار. على الاقل ولا واحد فيهم اولاد حراس المعبد. كلهم اولاد الاناضول. وينو عبد الحي؟ بعد شوي رح بيكون هون. وانت جبتها لمارغريت معك؟ قبل ما اشوفه لعبد الحي ما تحلم تشوفها لمارغريت. شو معلم؟ نخبر يجيبوها لمارغريت؟ لسه بكير. انتو خليكن حذرين. شو لسه ما وصلتوا لهم؟ سيدي مداهمين مكان طبيب الاسنان. وما بنعرف وين صار عبد الحي. الله لا يوفقكم شو فاشلين. فتحوا عيونكم منيح. وخليكن حذرين. راسكون، شو معنى هالشي؟ وينو هذا الزلمة؟ مين عمل هالشي براسكن؟ كمان الكجتيه؟ رجاله لبولبو. رح تدفع الثمن بولبو. في حدا عايش؟ تعالوا لهون بسرعة، في واحد عايش. نعم نهاد. عاكف المكان يلي فيه عبد الحي مداهمينه، وعبد الحي مو هون. اللي مين مداهمه؟ بولبو. تمام، إذا صار أي تطورات خبرني. طيب. لوين أخذتوه يا حشرة؟ راسكم بده يحكي بالأول. حاوطوهم من كل الجهات. ما رح نمشي من هون غير لتكون مارغريت بإيدينا شو ما كان الثمن. We'll be right back.
سيدي نحن تحاصرنا لازم نسحب فورا. شاع محلك ملا رايحين لمطرح. أمرك. قديش لسه بدي انتظر؟ ما عاد في داعي تنتظري أكتر من هيك. اللقاء تم إلغاؤه. شو قصتكن انتو عم تلعبوا معي؟ رجاء اهدي شوي، رح أعمل كل شي بيطلع بإيدي مشان حضرتك. رح تضلي هون كمان شوية وقت. عرفان انه رهف عندها هيك وضع صعب. مسكينة زعلتيني عليها. اكيد هلا هي بظروف صعبة كتير. طيب هي المرة اللي انت حكيتيلي عنها ادريكم شوها؟ ايه هنن كمشوها. وين هي هلا؟ يعني هلا هي بايد السلطات الرسمية؟ ما بعرف. ان شاء الله تكون اخذت العقاب اللي بتستاهله. زعلت كتير مشان عابد. الحمد لله على سلامته. يلي عمله كان تصرف شام، عرض حياته للخطر ورجع خصوصي مشان ينقذه. يبدو هذا الشاب شايف بحبك كتير. ما بعرف، هو كتير عم بحيرني. بعرف انه بيقدرني كتير، بس شاكة بحبه لإلي. يا ترى ليش هيك عم تفكري انتي؟ عرضت عليه نطلع سوا برات البلد ونتزوج ونعيش هنيك، بس ما رضي. يعني بفهم انك قررتي تروحي وتتركي تركيا؟ لسه لا يعتبر قرار، بس عم فكر هيك. بس اذا ما كان عابد ما رح روح على مطرح. تعتقدي انك رح تقدري تقنعيه ولو بعد فترة؟ بعتقد لا. من الصعب الإنسان يتخلى عن الشغلات اللي متعود عليها بهالعمر. بدك تعذري يا صوفي. هو لو طلب مني هيك شي كنت رحت فورا، لأني بحبه عن جد. يلا صوفي لا تنزعي مرايك. أكيد عابد في عنده سبب مقنع وما عم يحكي، والسبب خلاه يرفض عرض عظيم من وحدة ظريفة مثلي. ادخل. مع الأسف عملية تبادل ما صارت. شو عم تحكي؟ شو صار؟ عبد الحي انخطف. وقت اللي عرفوا الكي جي تي انه عبد الحي مانو موجود اشتبكوا فورا مع جماعتنا. طيب شو الوضع؟
للأسف مات تنصاب. ومارغريت؟ مع الأسف ما في أخبار عن مارغريت. شو اللي عم يصير يا راسكون؟ مين اللي خطف عبد الحي؟ راسكون رح يحاسب بولبو على عملته هاي. ماكسيمو بولبو؟ ايه. هذا شو له علاقة بهي الشغلة؟ هاي مسألة راسكون. لا يا راسكون، هاي صارت مسألة السيد كي الليلة جاي لهون. من هلأ هو يلي رح يهتم بالموضوع. وهلأ بخاطرك راسكون، نحن غلطنا واعتمدنا على هدول الجماعة. بعتقد قبل ما يجي السيد كي ما رح تنتهي هاي الفضيحة. ما بظن اقدر اقدم معلومات دقيقة قبل ما انتهي من دراستي بشكل كامل، بس توصلت لمعلومات غريبة. شامل وإيفان اخوات. اخوات؟ كيف ممكن يصير هيك؟ انا ما بعرف كيف، بس المعلومة اكيدة. طيب شو علاقة تقنية التنويم بكونهم اخوات والمشكلة كلياتها؟ مثل ما بتعرف شامل ما عم يتحرك الا لما بيسمع صوت ايفان. هذا الوضع يبدو له علاقة بالموجات الصوتية والتلقي المتوازي لها. كيف يعني؟ للموجات الصوتية صفات مميزة، ومع ذلك في إلها صفات متشابهة بالميزات والتفاصيل كمان، شيء بيشبه الحمض النووي بين الأخوة من حيث بعض التفاصيل. طبيب الأسنان عن طريق التنويم المغناطيسي عمل بيناتهم جسر صوتي يربط بيناتهم من خلال هذا التشابه. هاي هي المعادلة بالضبط. أي نوع من الارتباط؟ اعتبروا لشامل مثل جهاز استقبال راديو مرتبط بموجة واحدة وهي إيفان. فهمت. طيب هذا الرابط ما بينفك؟ هلأ عم بيشتغل على نوع من التنويم رح يبطل هاي الشفرة من دون منظر شامل. معلم، المبادلة ما صارت. يا ما جابوا لعبد الحي على المكان اللي وعدونا فيه، ومثل ما عرفنا من نهاد واحد اسمه فولبو خاطف الطبيب وعبد الحي، وهلا عم ندور لنشوف وينهم. طيب فيكن تمشوا. شو دخلك؟ احكي، مشان شو عم تتدربوا؟ مشان ندمركم. مازال عملكم وين يا تافه؟ احكي. اكثر مكان فعالين فيه داخل اصغر تلفيف للمخ جوات راسكم. هيك
هلا رح نشوف. انتوا ما عم تحكوا بس رفقاتكم حكوا كل شيء. خبرنا عن اللواء الاسود. ليش تشكل اللواء الاسود ها؟ لحساب مين عم يشتغل؟ يلا خلينا نورجيهم. راح شوية أدرينالين لمخكم ها؟ لا تحاولوا على الفاضي. إذا بدكم تقتلونا دلونا. مين القائد تبعكم؟ أنا. في واحد بيناتهم حكى قائدهم واحد اسمه كارا. ضحكانين عليكم، مو هو القائد تبعنا. طيب هلأ رح نشوف. شغل راسكون رح يسألك سؤال واحد وبس. بولبو لوين أخذ طبيب الأسنان؟ أنا ما بعرف. جواب غلط. احكي احكي. أنا ما بعرف. وهلا على معمل فاضي. وين هذا المعمل الفاضي؟ أنا ما بعرف. دبانة شوفوا كل المعامل الفاضية اللي حوالينا.
اسمعي يا نورا، شوفوا كل المعامل اللي ممكن يستخدموها الطليان. عبد الحي اخدينه لهنيك. طيب عكيف، رح ندور فوراً.